عيدكم مبارك، عيدكم فرحة، عيدكم سعادة، عيدكم رياضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. من مدينة الشعراء والأمراء ورواد الفكر والفن مدينة تعز، نرحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم العيدي، فأهلا وسهلا بالجميع. كاش نطلع بالكاميرا كاع مالك يا اخي؟ نظهر باش رجع ما هو هي كاش نشوف الله مالك 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 مش ماشي انا كاش مالك مالك اطلع فوق الدرج فوق الدرج يعني انت ما تعال 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 يا شباب خالد يا استاذ خالد افهموك خليه يصور معك خليه يصور يا اخي معاكم جيني تصور صوره صوره خليه يصور صوره كلا جماعة يا شيخ يا متسامح يا اخي عيني من نخ مليان مدري انا شفته تلفزي تلفزي كلا جماعة هو هذا انا اول مره بصرا هذا الاصل تفضل 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 انا اول مره بصرا هذا يا شيخ كان تلفونك ما في سيلفي ملي معاه سيلفي يا جماعة من معه تلفون يا عمر دول لنا صورة يا أدو بغير يا إلهي هذا النكتة حق تعز يا شباب ها لا تزعلوش مني 90 يلا بسم الله تفضل يا حبيبي ما نبتسم لا نبتسم ابتسم أنت أنا مبتسم يلا يلا بسم الله هي يلا بتم قليل لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي قليل شوية شوية ملا تمام يا شيخ ما أبو شيد الحين إحنا ملا نشتي نظار بالبرنامج أول يا أخي نشي نصاب التلفزيون خلاص طفي التلفزيون طفي التلفزيون يا أخي يا شباب تكلم شو لك والله يلا يلا ومن مقلب خل مقلب لو سمحت رامز قلل تعز وصيل مالك يا احمد مالك فيه قال سمح مو هون يا اخي الصوره دي من لا تبلناش تقعد عليك تمدح عليك قدام خلق الله عيب يستحي يا اخي ايش يطلع بالكاميرا مالك خلي التلفون يا اخي خلي التلفون ممنوع صور انا شوف احترمتك مرتين ثلاث اربع مرات يا اخي يعني انت ايش يطلع معاك خلاص طيب يا اخي الحبيب يا اخي ايش تطلع يا اخي معجبك معجب يا مخرج لو سمحت ما عاد اعمل صوره يا اخي لو سمحت ما عاد اعمل صوره 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 اخي لا تخليني اشقلب عليك خلي لي حالي جنب الجماعه متقلب عيب يا شيخ لو سمحت انا شنو يا جماعه ولا صوره صوره يا شيخ صور يا اخي طيب ملك يهرب خليني ولا صوره يا اخي ما منو ما منو اي خلاص ما بش صوره اخي رجاء خلاص خلينا نتم عملنا ونخلص يا اخي صوره واحده لو سمحت يا اخي معقب بالك شفته بالتلفزيون يطلع انا داري انت ما غمزرجوك انا طز فيني ملك قليل لو سمحت انا ذا بعيد والله لا اخر يا اخي عزو معلش انا عزو موت هذا الادمي اكمل الاختصار المفيد دخلي رقميه ما بينش من اتصالات ولا بيعي انا جيت انا اليوم من انت من انا خلاص نسيت كل شيء عيب اتصل يا غالي رقمي معه هو عاد اخر اتصال هذا ورا امه كم دق لي دق لي من تلفونه شكرك انا شكرا خرج لعب اديني اديني خالد يا جماعه صوره هو عزنا وانا عزه
اسكيهات اظلم الرقم حقك كم رقمك هات هات ولا اقسم برب الكعبه ما هو خليه يدق رقمه بيده عشان لا يقراش الرقم في الشاشه بس دق رقمك يلا اين رقمك عدم رقم يا شباب ومالك بتخسر يا اخي لا دق الرقم هنا عفوا محمد خليه يدق الرقم لو سمحت دق دق الرقم اللي سكت دق له الرقم كم 7-3-8 الله ابو عدم سجلي خليها اسجلها طيب ما اصلح لك هذا ايش هذا البل ها بس يا اخي عزك مره ايش هيا اطلع ما اطلع انا اطلع يا اطلع ولا انزل ابونا يا شيخ يا اخي عرفوه معزه طيب اكتب رقمك لو سمحت اخي هات ما هو يا لحظه لحظه لو سمحت يا استاذ محمد عزه 7-3-8 7-3-8 يا اخي تدي 7-3-8 7-3-1 7-3-7 لحظه خلاص نسيت كل شيء لا اله الا الله محمد رسول الله ما هو يا اخي دق الرقم لو سمحت اطلع حتى بس بالكاميرا ما ينفعش جنب القمر انا نسيت كل شيء عيب قلت لك انا نسيت كل شيء احنا حبايب اخوه بس كيف وصلني طول الليل لا تصدقه اسالك بالله لما تدق رقمها الان شوف اقسم بالله اذا ما طلعش الرقم ايوه خلاص خلي 7-3 ايوه كم القدره 7-3-8 7-3-1 4-5-4 ايوه شيف تعال 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 تعالوا يا جماعه لا لا ايوه ابصر محمد محمد القلب ايوه تعالوا تعالوا تعال بسم الله العظيم تعال تعال ها لا تجيني والله ما اعرفك منين اعرفك منين تعرفنا كيف دخل الرقم له انا لا كيف دخل يا جماعه صدقتم ايوه يا رجاله يا ابني بهبلت من عند الامه قلنا من انت تعرفني اول شيء من انت تعرفني بابا شو من انت تعرفني يا اخي مالك من انا اعرف يا اخي واظن مو مسجل مالك محفوظ ايوه محفوظ ما ليس جاك من فين تعرفني انا سيد المراسله طول الليل ابي يا شيخ يا اخي بعد من قدامي هذه الساعه افهم لحظه اهدى 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 استاذ محمد يا اخي معاك الكيمه الغبيه استاذ محمد يا اخي معاك الكيمه الغبيه عيد مبارك وكل عام وانتم بخير هذا مقلب للعيد يا حبيبي اديت اداء رائع اداء رائع اداء رائع من شال الرقمين دخل الرقم هذا لها انا منوح يا شيخ يا حبيبي انا مبارك سامحني يا اخي الله لا سامحكم سامحكم الله يا اخي سالي يا استاذ محمد رجعت يدي وانا بين كيف دخل الرقم لا دخل فضيعي فضيعي نحلة حظ يا محمد انا افدالك سامحني يا حبيبي انا افدالك يا اغلى الناس والله انا من السبعين معاك يا حبيبي سامحني والله هذا رقمك هنا فوق راسي يا غالي مشاهدينا الكرام عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير مقلب خفيف للاستاذ محمد ابو صالح تحيه مره اخرى هيا بالله عليك يا استاذ محمد شربت المقلب والله ان انا شربت المقلب من بدايه الكاس لاخر الكاس هل شكيت طيب ولو لحظه هكذا انه في مقلب والله لو اقول لك ما تصدق ذره شك لا يمكن ما فيش ما فيش طيب ايش كان شعورك بعد ما دريت انه هو مقلب تعالوا الحاجه نجلس وانا اشرح لك
اجلس. ايوه شعورك بسلي؟ اتخيل بس شعور الواحد لما يكون مختلطة الأفكار داخل الرأس هنا بدماغك، مش عارف كوعك من بوعك، وشخص لبط بعدك بعدك بعدي بعدي من أنا شكيت يعني الوضع مش طبيعي، وأنت زدت تقول لي إنه محبب. أنا والله يا أخي خالد أخذ نظرة على أصحابنا وأهلنا في تعز إنهم ناس متعلمين مثقفين، قلت أنا استغربت. فكان موقف صعب للغاية خصوصاً لما التلفون. طيب حق التلفون ايوه بيقول لك انت بتراسل انت وهو صاحبك وكذا ودي من هذا الكلام قدام الناس وقدامنا. انا اخذ على كلامك انه محبب، قلت يمكن مجنون هذا ماشي ما فيش معه عقل وما ولو ما قال اتحداك تشوف في التلفون. اتخيل يعني واحنا في المول قدام الناس موجودين تحدي صار بيني انا وهو. هو يقول انا اواصلك في الليل، وانا من سابع المستحيلات من سابع المستحيلات ان انا تواصلت انا وهو ولا اعرفه اصلا. فتحديت انا قلت اقسم بالله اذا رقمك مش موجود معي لا تلوم الا نفسك. وانت ناوي هات انا ناوي هات تلفوني مرمز. فتحت الرمز انت شايف دخلت التلفون تلفون الاخ محمد بسبوسي اشوف حبيب قلبي محمد بسبوسي. في اللحظة هذه كي والله كنت أشياء حط التلفون وما لاش مصدق مش مصدق إنه الرقم داخل. كيف دخل الرقم؟ أنا جالي بالي على طول أفكار كثيرة تساؤلات كثيرة، قلت يمكن هذا الرجال ساحر يعني انتابني خوف. ولما تشوف نظرة الناس لما تدخل بتحدي مع شخص، واحد من الجمهور قال لي يعني كلامه صح. ايش شعرت في هذيك اللحظة؟ مذلول مذلول. الله يطول. طيب هذا المقلب اللي وقع لك من بيفرح به؟ هكذا يشوف محمد يقول والله حللوها يرتاح من وسط قلبه. هم كثير. ها؟ هم كثير. ايوه. بس اذكر منهم اثنين. اكرم الحميدي ومحمد الجس. لهم الف تحية. لهم الف تحية. وكل عام وهم بخير. وفرحوا بالمقلب. نعم. حبيبي محمد ما رك الآن منزل الشارع والفقر اللي معنا بنسأل الجمهور عنك وأنت مش موجود. أستاذ خالد الله يحفظك. نشوف رأي الجمهور فيك. مقلب ولا؟ لا لا مش مقلب، هذا سؤال عادي. نتوكل؟ نتوكل. بسم الله. السلام عليكم، اسمك الكريم؟ عبد الله احمد سعيد. اسمك؟ عبد الودود عبد الكريم. يا عبد الودود كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك. علينا وعليكم. طيب تابعتوا مسلسلات؟ نعم. ايش من المسلسل؟ خلف الشمس. خلف الشمس. كيف كان المسلسل؟ حلو. حلو ان شاء الله. وجميل. جميل. طيب وانت ما تابعت المسلسلات؟ انا شي رايكم بكل صراحه لان الفقره هذه اسمها الصراحه راحه. تابعت مسلسلات؟ تابعنا مسلسل خلف الشمس. خلف الشمس. أوه. وايش من المسلسلات الثانيه ما عاد تابعته؟ طيب كيف رايكم؟ ومسلسل الجحمليه. ومسلسل ليالي الجحمليه. ايوه. طيب من الممثلين يعجبكم من الكوميديا يعني؟ ايوه بشكل عام. بشكل عام. ايوه. صلاح الوافي. صلاح الوافي. وانت؟ وانا. أيوة. شكرا. انت؟ انا. ايوه. ما اشوف انا شيء جامني ادي لك جائزه؟ ما لا 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 ما جاملك شاء الله. اتكلم. طيب. الصراحه في ممثل اسمه محمد الهتار، تسمع به؟ محمد الهتار. ايوه. عرفته؟ ما اعرف صوراكم ما نشد. طيب انا اوريكم صورته. محمد الهتار هذا. اه اعرف اعرف. ايوه معروف. معروف. الدكتور. الدكتور ايش ما رايك فيه؟ انا شيء بكل صراحه الصراحه راحه. هذا ممثل والله حلو، بالذات يندي الموقف يعني اذا في مواقف حزينه هذا يودي الدور بشكل كبير ان شاء الله. وانت دي رايك بصراحه؟ ما تفرجلوش. ما تفرجلوش ليش؟ ليش؟ فقل دمه ايش؟ لا لا والله ما قد شفتوش. ما عنديش فكرة عليه. ليش ليش؟ ما اتفرج. ليش ما أنت يعجبك؟ ليش يعجبك؟ يعني بشكل الموقف حقه اللي جاي يجيبه في المسلسلات والله روعة. روعة يعني. ايه؟ أدائه ممتاز. ممتاز جيد. هذا رأيك فيه؟ رأيي فيه. يا سلام. وأنت رأيك فيه قلت لي ما يعجبكش. ما
تفرج لهش. ما تفرج لهش؟ ليش؟ ثقيل دم ولا ايش؟ قل لي ما هو. اكيد. اكيد. هذا رايه، احنا بنقول احنا رايه. احنا في فقره الصراحه. الصراحه راحه. الصراحه راحه. هذا هو ثقيل دم عندك، لكن هذا يعجبه. طب اذا لقيته انت، هل تقدر تقول له تدي لك راي، تدي رايك هذا امامه؟ ايوه. بكل صراحه، اذا جاء وشافك وقال لك بكلمه واقول له ما ارتاح لكش. ما ترتاح لهش؟ لا. طيب. ليش ما ترتاح ليش؟ ارجع 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 الحمد لله. حياك قفل الباب. حياك. ايا مارك يا عبد الودود. ها سامحك الله، سامحك الله، سامحك الله. صاحبك اللي باعه. انت اللي بعته مش انا. كيف اللي بعته؟ ما بعته. جالس تقول لي ثقل دام مدري اي. دحين هو امامك، يلا قل له. خلاص قالتي اسفنا له مو عباقي. انا والله سعيد انه عادي، انا انت عارف الفنانين يتقبلوا اي راي، اي نقد، اي نقد. نعم. اي حاجه. نعم. بس نقد بناء. نقد بناء. ايوه. اما انه ما رايك اللي بينقدوا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ مش نقد، سب ولعن. لا لا السب ما. ها كيف هذا يعني من انما يدل على اخلاقه، اخلاق الشخص وطيبته يعني. نعم نعم نعم. اللي يشتي نقد ينقد نقد فني اذا هو متخصص في الفن. اما بعض الناس اقتربوا لك كلهم نقاد. لا يعني هذا ما اذا كل شيء ينتقد ينتقد يعني بوصف حلا اجمل. طيب في اليوتيوب بتنتقد الحبوب. هذا مدحك مدح غير عادي. انا اشكره من اعماق قلبي، وهذا الشيء الذي الفنانين ضروري يوصلوا. ايوه. لهذا. والاخ عبد الودود يعني ادى رايه بكل صراحه. بس انا متاكد، انا متاكد يا استاذ خالد انه هو اشتي يضفي على الجو هكذا. حلو. انا اتقبل اي حاجه وطبيعي جدا. طبعا استاذ محمد، الاخ عبد الله احمد، عبد الله والاخ عبد الودود في مبلغ معايده من هنا عندنا الاخ حسين باحر، شكرا. 50,000 لمن نديه المبلغ المعايده هذا؟ للاخ عبد الله ولا الاخ اللي مدحك ولا اللي طبعا للاثنين. ها للاثنين. يا للاثنين. معكم مبلغ 50,000 ريال، مبلغ معايده للاخ عبد الودود والاخ عبد الله. ألف مبروك. الف مبروك وكل عام وانتم بخير. انت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا لك حبيبي. ايوه. محمد الهتاء. محمد الهتاء. ثقيل دم. ربي يحفظك. الله يحفظك. هذه لكم. لا شيء تصور معي، تصوروا معي. 25. شو تصوروا وتصوروا وتصوروا. 25 ب25. يلا كلنا. كلنا خليك تصور. خذك. نسي جواله يعني واضح. يلا سيلفي. هيا. المهم يلا خلاص تمام الآن تمام. يا سلام. مشاهدينا تابعونا. سواليف عيدية هنا في مدينة تعز مع الوالدة الجميلة الحبوبة. هذا أمنا اسمك؟ فاطمة حمود ناقي زيد البكري. ما شاء الله. هذه الراهدة. ما شاء الله ما شاء الله يا والدة. كم عمرك؟ يمكن 55 46 يمكن كذا. حاصل. لا اشتي جواب نهائي. كم عمرك؟ انا سبب البطاقه حقي اسمه نقول 80 مثل 85 كذا بالبطاقه. مطلع منزل. ايوه. الحاصل. 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 الله يطول فيك. ما عشان نتزوج ذا الحين من جديد. شيوبه خلاص. ليش وين زوجك؟ زوجي توفي خلاص، كلهم توفوا الله يرحمهم. كلهم؟ كلهم. منهم؟ كلهم. ابو عمار وابو ايوب وابو وليد. ليش كم تزوجتي؟ ثلاثة. ثلاثة ما شاء الله. خلاص الحمد لله راحوا كلهم. أحسن واحد بينهم منو؟ أبو عيالي. أبو القهال. أبو القهال عيب، يقولنا بعدين بالتلفزيون كم زوجه عيب. الله يحفظك. عيب يا خالد، عيب. الله المستعان. ذلك. طيب واحنا في ايام العيد هذا الحين اللي بنسمعه هذا الحين
عرس ولا عيد ولا ايش؟ هذا كل يوم معهم عرس، يقول من المنظمه كل يوم تعرسوا، كلهم قد تعرسوا معهم قوال كل يوم. كل يوم عرس، كل يوم عرس، طوارح عرس، كل يوم ما شاء الله بداخل تعاز كل يوم عرس، كل يوم عرس، كل يوم عرس، يتزوقوا يروحوا يشمتوا شباتهم. يا سلام يا سلام، من العروس من العروس من العروس من العروس منو؟ واحد منهم هذا. ايوه هم. انا ما عاد اشتري، اتزوجت ثلاث. انت قضوا معك ثلاث ما شاء الله. ايوه وتقضي لنا الثلاث. كيف فعلنا الضاربين؟ ها؟ كيف فعلنا الضاربين؟ كيف الطبان؟ شو الضاربين؟ والله؟ يعني يضربنك انت. يضربني انا؟ ليش؟ قال زوج الطبان ملعون بكل ديوان، وقت الرقود يحرب ايمان. يحلف عود ايمان احبك الا انت، وهذيك لا. يحلف عليها يمين. يقول لنا احنا احبك الا انت، واليوم الثاني يحلف لهذيك، واليوم الثالث يحلف لهذيك. يحلف لين كل كل انا احبك الا انت. مجاملة. طيب علشان يمشي اموره. ايوه. كيف؟ كان ابو العيال يفعل هكذا معيش؟ لا ما بقول، انا وزوجي ما بش معانا بطبعين. ها ما فيش؟ ما فيش. الحمد لله. وحده ما جلس لي هو لما مات وحده ما بش مره. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب وانت دحين لابسه النظاره مثليها كذا، يعني كيف ليش لابسه مثلي؟ انا معي عمليه. وانت دلع حقك. انا حقي دلع. وانت تدلع. انا تدلعش اعرف انت. انت شخصيه وتدلع. انا اللي حق العمل عاد. عيوني اللي عملت العملية عاد، وحدة بالعيد وحدة قبل شهرين. الله يشفيش ويعافيك. إن شاء الله. طيب العيد يا والدة، كيف العيد عندكم؟ زمان نشيت تحكي لي على العيد. زمان قلنا كان زمان، يعني كنا نعيد نلبس قديد ونعيد للقهال، ويروحوا يتمشوا نعمل زربيان. أيوه. اسمه غداء. أيوه. رحمة وزربيان وحق عدن، ونعمل سلتة ونعمل كل شيء. أيوه قلنا. قبل 40 سنة 5 سنة الصباح ايش كانوا يفعلوا؟ وبعد العصر ايش؟ يروحوا بايروا على القهر يعيدوا للشوارع، ونحن نصلح غدا ونصلح اسمه. أيوة. ونكتسي، وبعد الظهر نبدل، والرجال يبدلوا، خزلنا والدنيا حق الله. يا سلام. وابو العيال كان يدلك هدية؟ نديل الهدية. ايوه نديل القهر، ندي لهم هدايا ونديل القهر. من ذلك هو؟ ادينا شوكولاته، ودينا شوكولاته زبيب ولوز يا زبيب ولوز. اما البخور هذا قدو في معانا، قدو يدي له سالفه الايام، يدي البخور فيه عاطر كل شيء، يجيب له يجيب سالفه الايام. أيوة. نزل الجيران، نزل عيالنا، نزل بناتنا، نزل كل واحد. والرجال برع عندهم؟ والرجال لا، بالقرى ما تعز ما فيش برع. بالقرى ما تعز ما فيش برع. تعز فنانين. فنانين. ايوه. بعدين اسمه بالعصر خلاص نخزن نرتهن، والقوها اللي قسوا يروحوا يعيدوا، ولا يروحوا الحديقة ولا يما فاطمة. طيب والعيد الحين كيف؟ العيد الحين زفت، من اسمه ما فيش اسمه على ماسكين على المؤسسة المنظمة تعطي لهم كل حاجة، والمسكين والله معه ذاك القليل البول والقليل الدقيق والقليل الزيت، واسمه واللي معه عيد ولا حاجة اشتري له حبة دقاق. طيب جيرانك كانوا يدولش ولا لا؟ ما يقدرون اشياء، كان جنبي قاري. أيوة. وذبح كبش والله العظيم ما ادينا حتى كرشه، وانه اكله وعياله. لا حول ولا والله حول. العظيم جنبنا الان اللي ما معه، في ناس ما معاهمش الان بداخل تعز ما معاهمش حاجه، يعني معاهمش ما في ناس صباحه في ناس لا، اشتري له حبه دقاق وخلاص. قال له سمع ذاك اللي قال العيد قانا ما قبله، قبله دقاقه تلعب له حبه دقاقه. العيد ايش؟ العيد قانا مو هبله، مو هبله دقاقه تلعب له، تلعب له ترقص وعاد قاعد ذبحه. ايش تنصحيهم؟ تنصحيهم اللي معاهم تنصحيهم تقول لهم كل واحد يشوف جاره، كل واحد فاقد جاره. ايوه صح؟ تمام، كل واحد يشوف جاره واخوه يتوحدوا بينهم البين. نعم. يتراحموا ويتراحموا. ما ابغى رحمه، والله ما ابغى رحمه. احنا انا جالسين اتفرج عليهم ولا ما ابغى رحمه. ما فيش والله، ابو واحد رجال هكذا بطنه لهنا، بطنه مبعوله معه 5 6 قهال، وانه نبي المرضي يدي له راشن. قال له سجلنا انا معي قهال معيده، قال له اسمه هذا قد سجلناهم زمان
والراشن دخلت الدكاكين حقهم المسؤولين حقنا والله. الله المستعان. والله الله المستعان. وأني دحين سجلت بمرت ابني وبني ثلاثة منا نحنا. قال ماش نديش لبني راشن نعمل نوم معشكو هذا. طيب اشربي شاي. اشربي 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 اشربي. الله يحفظ الشمة. الله يحسن خاتمتك. قولي آمين. إن شاء الله آمين. 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 وأنا أدعي لي أنا. والله يحسن خاتمتك ويستر عليك والبرك. آمين. أنت وأصحابك كلهم. آمين. أنا أفدالك يا عمان فاتنة. أنا أفدي قلبك والله أني أرتحت. الله يسلمك. ودمش الخفيف هذا. الله يسعدك ويحسن لك الخاتمة. وياكم إن شاء الله. آمين وياكم. يستر عليكم. ما تقولي كلمة أخيرة في نهاية إحنا بنصور في العيد وإحنا في ثاني أو ثالث أيام العيد. ما تقولي للجمهور. هو بيشوفوش الآن كلهم في اليمن. إيش أقول لهم الجمهور هذا؟ ما تقول لهم؟ إيش أقول لهم؟ إيش تقولي لهم اللي في راسك؟ كلهم يشوفوك الآن من اليمن كلها من شرقها لغربها. يعني يشوفوني بعدين بيشوفوني بالشاشة كمان بالتلفزيون. إيه بيشوفوش بالتلفزيون. أيوة التلفزيون كمان المرة الأولى شافوني بالتلفزيون حتى للحوبة. أيوة. عند بني. خلاص قولي لهم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام نحن نسوق بسوق الطعام. مرتاحين عافية وصحة. آمين. ودعي لليمن. والله يستر اليمن وينصر الحق ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمين يا رب العالمين. بس ينصر الحق بس ولا ينصر أي واحد. آمين. إلا الحق. الحق. اللي هو ينصر الحق ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله يحفظك. ويستر عليكم ويبارك بكم. آمين آمين يا رب العالمين. أرحم الراحمين. الحمد. أم فاطمة معنا عيدية بسيطة هذه. الحمد لله. مقدمة شيء بسيط لكم. عيدية 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 عايزكم عيد. كل عيد وكل شهر جديد. آمين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك بكم الله شانكم إن شاء الله. الله يرضى عليك. آمين. يلا تشتي حاجة ثانية؟ ولا حاجة ثانية. عمك أغنية ولا شيء؟ إيش من أغنية؟ قبل صبر. ها قبل صبر عالي وأنا طلعته حب البنات حالي وأنا طعمته. الله قبل صبر عالي علي على المدينة يا من معه محبوب الله يعينه. الله يعينه. كيف الحب؟ ها الحب كيفه؟ الحب زحق هذا اليوم بطلفس. بطلفس ما فيش. ها حب هذا اليوم بطلفس ما فيش. وحب زمان. ها مزبوط حب زمان. ها الشعب أطبس على الربح. أما عادات وتقاليد عيدية. طبعا عادات وتقاليد تختلف من محافظة إلى محافظة، قد تتشابه في بعضها البعض من محافظة إلى محافظة وبعضها تختلف عن بعض. نحن هنا في مدينة تعز في أرياف تعز هناك عادات وتقاليد عيدية من بعد العصر حتى الليل. ننزل للشارع ونسأل ما هي هذه العادات وما هي هذه التقاليد لنستفيد جميعا. تابعونا. اسمك الكريم؟ محمود سعيد العاقل. يا محمود سعيد كيف حالك؟ الحمد لله. في عادات وتقاليد عيدية. اها كيف في عادة مميزة للعيد في أرياف تعز، ما هي هذه العادة؟ في أرياف تعز؟ نعم. والله ما ها يوم العيد. يوم العيد نفسه هو يجي يعني استلم الزيارة. هذا يا أستاذ أنا بنسأله. استلم الزيارة تزايروا بينهم الأحباب. الأحباب والأصحاب. أيوة الأحباب والأصحاب. كل عام أنت بخير. وأنت بصحة وعافية. الله. اسمك الكريم؟ نبيل سعيد محمد. يا نبيل الله يسعدك قول آمين. آمين إن شاء الله. وعيد سعيد. جميعا سعيد. يا حبيبي في هناك عادات وتقاليد في الأرياف. مين بعد العصر يا الليل؟ ما بالنسبة عندنا بالسلاغة يعني بعد الظهر. بعد الظهر يخزنوا قريب المغرب. أيوه. بعدين راح يخرج يشرب شاهي أو يتعشى أو أي حاجة. ما فيش حاجة. برجع للبيت. فقط. هذا هي. هذه هي. يلا شكرا الله. اسمك الكريم؟ عيسى عبد محمد حزام. يا عيسى. في العيد عادات وتقاليد. في أرياف تعز بالذات كان في هناك عادة. من بعد العصر إلى الليل ما هي؟ والله عندنا في الريف العادات والتقاليد في الأعياد من بعد العصر
أن نتلاقي الأصدقاء والأصحاب إلى المقيال، وبعد المقيال نخرج إلى الصلوات وكذا، وبعدين خلاص يعني ما في شيء. يلا كل عام وأنت بخير. أنت بخير. اسمك الكريم؟ هشام علي عبد الله. يا هشام، في العيد عادات وتقاليد عندكم، في عادات وتقاليد كانت من بعد العصر إلى الليل، ما هي؟ الحدائق. ايوه الحدائق والاجتماعات، الناس ينام البين كاب صح ولا خطا؟ بس هو ده هو اللي عندي. كل عام وانت بخير. وانت بخير وعيدك مبارك. علينا وعليك. اسمك الكريم؟ مازن فؤاد. يا مازن، في عادات وتقاليد عيديه من محافظه لمحافظه تختلف، في تعز، في اريف تعز بالذات بقرب كلام، في عادات وتقاليد يسووها ايام العيد، ما هي؟ الكعك. الكعك. ونصلى محمد كعك و والمشمول هدايا. ايش ايش سلام العيد. الله يسلمك، شكرا لك. اسمك يا والد؟ علي محمد علي قباري. يا علي، من وين يا علي؟ انا من تعز. من تعز. طيب، في العيد عادات وتقاليد تختلف من محافظة إلى محافظة، وفي بعض المحافظات متفقين يعني تكون هنا موجودة نفس العادات والتقاليد. في عادات وتقاليد عيدية خاصة في أرياف تعز أيام العيد، ما هي؟ كانوا يتجمعون من بعد العصر. يتجمعوا الناس. ها؟ يتجمعوا الناس. يتجمع الناس. تدق الطبول والرقصة والفرحة والعياد. يا سلام. أيوه حتى الليل. ايه سلام لليل. نعم. تبدا بدق الطبول. نعم. قرع الطبول. نعم. من بعد العصر. من بعد ويتجمع العصر. الناس. نعم. ويقع البرع. نعم. والرقص والفرح للكل. حياه. حياه. كانت حياه. نعم. نعم. وفرحه. نعم. فرحه بالعيد واظهار نعمه العيد واخوه. يا اخوه كان. نعم. وترابط بينهم كلهم. يعتبر كلنا اهله. يا سلام عليك. يا سلام عليك. والعيد الان كيف؟ الآن أصبح بارد. ما له طعم. ما عاد من حق أول. ولا له طعم. بدون حياة. ولا كأنه عيد. ولا كأنه عيد. الله يحفظك ويعافيك. إذن إجابة سليمة وصحيحة هنا حصلنا عليها في مدينة تعز من الأخ علي. مبروك عليك 70,000 ريال. تفضل. مشاهدينا الكرام، ونحن نتجول في مدينة تعز ونصور حلقة العيد. زرنا هذا الحي، الحي الذي يذكرنا بالمرحوم رحمة الله تغشاه عبد الكريم مهدي، وهنا منزله. إن شاء الله وجب علينا أن نزوره ونسلم على أولاده ونهنيهم بالعيد، وهذا واجب علينا. واجب علينا، والرد الوفاء بالوفاء. نعم، تابعونا. أيوة هذا هو. السلام عليكم. السلام. كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين بالصحه والسلامه ان شاء الله. كل عام بخير. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. طيبه. حيا الله. عيدكم مبارك. الله يحفظكم ويعافيكم. هاي بسم الله. حياكم الله. اخي محمد واخي حسام، طبعا احنا بنصور حلقه العيد هنا في مدينة تعز، قلنا لابد من زيارة بيت الفنان العظيم عبد الكريم مهدي رحمة الله تغشاه. الله. أخي خالد. نعم. ننتهز هذه الفرصة نحن نقرأ الفاتحة على روح ال. نعم. الأستاذ الفاضل عبد الكريم. بسم الله. والضالين. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. أخي حسام، طبعاً الوالد الله يرحمه من الشخصيات المحبوبة لدى الجميع. الله يبارك فيك. شكراً. شكراً. محبوبة لدى الجميع وخاصة في الوسط الفني، يحظى باحترام الكل. الكل. نعم. اشتغلت معه كثير من الأعمال الله يرحمه، اشتغلت معه كثير من الأعمال،
وكان مثابة أب وأخ، والجانب الإنساني فيه يعني يطغى على الجانب الفني بشيء كثير جدا. فعلا يا أخي خالد، الأستاذ عبد الكريم مهدي كان أستاذ للجميع، وقبل أن يكون فنان كان إنسان بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. نعم. اجتمعت معه في عدة أعمال. الحاجة المميزة في هذا الشخص أنه رغم الهموم اللي كانت موجودة فيه إلا أنه يكسر حاجز الهم والقلق بضحكة، بابتسامة، بنكتة، يضفي جو ممتع على العمل. وإحنا بنشتغل كان كريم جدا، كريم جدا في تعامله، في أخلاقه، كريم جدا في بذله وعطاءه صراحة في كل شيء. تعلمنا منه أشياء كثيرة. ربنا يرحم الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وإخوانه، الله يرحمه. والكوفية هذه ذكرتني بكوفية المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه. أتكون ولي عهد في والأخ حسام أبدا جوالات الله يعينكم إن شاء الله. قالوا لي خلف ما مات، الله يحفظكم ويعافيكم. طبعا أخي حسام كان آخر مشاركة له معنا في رحلة حظ اثنين رحمة الله تغشاه، وكانت عيدية الآن سريعة، حبينا يعني نزوركم فيها ونهنيكم بالعيد رغم فقدان الوالد الله يرحمه. طبعا هو متى توفى بالضبط؟ رابع العيد، رابع عيد الفطر. أيه. رحمة الله تغشاه. يعني هذا أول عيد فطر يكون الأستاذ مش موجود. عظم الله أجركم وأجر الجميع في فقيد الوطن. يعني أكيد أنه كان يعني إحساسكم كيف وهو مش موجود؟ أكيد صعب. بس الله يفتح لك. خلاص اجلس اجلس اجلس. أنا أفتح لك. عبد الكريم مهدي شخصية مش عادية. عبد الكريم مهدي فنان، إنسان رحمة الله تغشاه. قلوبنا تعتصر ألماً على فراقه، وصراحة مش خسارة على الجانب الفني، خسارة على الوطن كل مثل هذه الشخصية رحمة الله تغشاه. وقلنا اللي خلف ما مات، فأنتم بتقوموا بالواجب وتكونوا أنتم خلف له بإذن الله. وكأنه موجود ولن يمحى اسماء او تخف ذكره، سيكون يتردد علينا في سنويا في اعماله كثير، و يعني موجود في قلوب الناس كلهم. في قلوب الناس. كل عام وانتم بخير، وكل سنه وانتم طيبين. وسامحونا ان احنا قلبنا عليكم المواجع هذا، لكن كان لابد ان احنا نجي نعمل زياره و باتفاق الطاقم كامل. الله يفتح عليكم ويعافيكم. نشكركم على الزياره. الله يحفظك ويعافيك. والله على راسنا الكل. الله يكرمك ويعافيك. سي احبك تعال. الله يحفظك. ابو صالح، العيديه اليوم، العيديه اليوم زي ما انت شايف لا ولا الناس، شوفهم. فعلا كلامك يا اخي خالد. اسمعني، ها، رجال المرور لو ما كانوش موجودين في ايام العيد هذه، ان كل واحد مش قادر يوصل للبيت، وخاصه انا اقول لك في تعز. صح. تعز انا رجال المرور هؤلاء بيتحملوا يعني اعباء كبيره، اعباء كبيره. صح كلام. لان السواقه هنا انا اقول لك بصدق انا ما شفت دفاع عن النفس فعلا خصوصا ايام العيد. طيب نروح نعايد عليهم ونسلم عليهم ونقول لهم كل عام بالخير، وهذا واجب. يلا بسم الله، توكلنا على الله. اسمك الكريم؟ وليد حمد علي محمد الكمالي. يا وليد. اسمك الكريم؟ مروان محمد احمد. احنا نقول لكم كل عام وانتم بخير، وكل عام ونشد على ايديكم انكم يعني بتنظموا حركه السير، ونقول لكم الله يعينكم على الجو هذا واللي شفته هنا، خاصه في تعز هنا في المحافظه. صراحه هنا الله يعينكم، ما نقول لكم الا الله يعينك. هذه معايدة من برنامج العيدي لرحلة حظ، تفضل، هذه معايدتك. طبعا يا سلام. طبعا اضيف الى كلامك، نشكر، اضيف الى كلام الاخ خالد، انه في ظل اجواء مزدحمة هكذا في الشوارع، انتم تقوموا في دور كبير جدا في تنظيم حركة السير، وتساعدوا الناس على انه الزحمه، الاختناق اللي يحصل في المحافظه، انتم بتساهموا مساهمه كبيره. يعني انتم
معيدين في الجولات وفي الشوارع وبقية الناس معيدين ومرتاحين في البيوت. هذه جائزة عينية من البرنامج، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. عيدية عيدية مقدمة من البرنامج، كل سنة وانتم طيبين. تابعونا جينا اليوم نبارك لكم، نقدر جهودكم ان شاء الله ونعيد عليكم. علينا وعليكم، كل سنة طيبين. اسمك الكريم؟ احمد سعيد عبد الله. يا احمد كل عام وانت بخير. وانت بخير بصحة وسلامة. وانت طيب ان شاء الله. وعيدكم مبارك. علينا وعلي. احنا نهنيكم بالعيد. حياك وسلم. ونقول الله يعينكم. حياك الله يعينكم. الجميع يعين الجميع. وهذه عيدية يعني بسيطة من البرنامج. تكرم تسلم انت وغل القناة. الله يحفظك ويعافيك. تحياتنا لجميع الافراد. يبلغ على جميع افراد رجال المرور. يلا شكرا لك. انتم حياكم الله اهلا وسهلا. الله يفتح عليك. في أيام العيد ولعبة جديدة من هنا من مدينة تعز. طبعاً رغم العيد وفرحة العيد إلا أنه لن يفرح بالعيد لأنه مهزوم في العيد. نتعرف عليه. نتعرف على فريقي. اسمك؟ علي محمد عيال قدسي. ها؟ احمد عبد الله اسماعيل الشامي. يا سلام. رائد عادل احمد مقبل. ها؟ نبيل ايهاب صالح النهاري. ها؟ هارون اسماعيل. يا سلام عليكم. تحية الاحمر. احمر والنبي صلوا على النبي. احمر والنبي صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. ان الله لا يحب الفرحين. يلا. اسمك؟ طه حسين البرعي. محمد محروس. حليم سلطان محمد. امجد سيف محمد. اكرم محمد عبد الله. اصفر اصفر. مشاهدينا الكرام، طبعا فريقي معه مخبى، عندهم ثلاث كرات مخبى عند ثلاثة لاعبين من هؤلاء ما حد يعرف منهم. ينطلق واحد من اللاعبين يشوف إن عرف الكرة مع من صاحبي طبعاً بيدخل في عذاب في عقاب، وإذا ما عرفش صاحبك بيدخل في عذاب وفي عقاب. أتحداك أنت وفريقك إنك تدخل فريقي في عذاب وعتاب وعقاب. جاهزين؟ طبعاً مربع الأمان. مربع الأمان اللي يهرب يهرب المربع الأمان. تمام، أنتم هذا مربعكم الواحد وغير هذا سلخ سلخ. واحد انطلق. الأخير معه. الأخير الأخير. أيوة. أصفر أصفر. ملي زين. واحد اثنين ثلاثة انطلق. اللي قبل الأخير. اللي قبل الأخير. أصفر أصفر. أيوه أيوه أيوه. مشاهدينا الكرام، نقطة للفريق الأحمر ونقطة للفريق الأصفر. يلا بعده. واحد اثنين ثلاثة. أصفر
اسكب اللي بيده بلا استاذ محمد امسكوا ايوه امسكوا يلا مشاهدينا الكرام 2-2 نقطتين بنقطتين باقي اخر واحد هذا اخر واحد اخر واحد هو بيحسم الجوله الاولى جاهزين يلا ابدا ابو شاهد المرحلة الأولى من الجولة الأولى حسمها فريق محمد الهتار تحية والدليل على ذلك 1-2-3 ولا تحلم إنك تفوز مشاهدينا الكرام قال حسمها يلا من المرحلة الأولى من الجولة الأولى لكن المرحلة الثانية بيحسمها الفريق الأحمر الآن يا مشاهدينا الكرام فريقي بيبدأ وعد أبدأ بالمرة النجين يلا علشان ابدأ يلا الطبلة 1-0 من المرحلة الثانية للفريق الأصفر يلا مشاهدينا الكرام 1-1 في المرحلة الثانية بسرعة مرجع الحضور جميعا النتيجة 2-1 وإذا حسمتها هذه المرة معناته ما عابش داعي لك يا أستاذ خالد أنت فريقك يلا انتبه أنت آخر واحد أنت آخر واحد انتبه يلا Yeah!
طبعا يسعدني ويشرفني انا والفريق الاصفر العملاق الابطال الوحوش ان نعلن الفوز من هنا. طبعا يا استاذ خالد صاحبك لو عرف صاحبي معنى هذا الشيء ان صاحبك بيحمم صاحبي، واذا صاحبك ما عرفش ان صاحبي بيحمم صاحبك ما ينفعش، ضروري واحد يحمم الثاني. قول خمس مرات صاحبي يحمم صاحبك وصاحبك يحمم صاحبي، صاحبي يحمم صاحبك وصاحبك يحمم صاحبه. يلا جاهز؟ جاهز. واحد اثنين ثلاثة بدون ما تهرب. طبعاً النتيجة الآن حسمت النقطة الأولى من الجولة الثانية لصالحي. تفضل. عادناهم في الجولة الثانية، مستعد؟ يلا. يا سلام. لحظة مشاهدي الكرام، وتقدمنا عليهم الآن في المرحلة الثانية. بس أذكرك إن هذا من نصيبي أنا والفريق الأصفر. دقيدش 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 دقيدش. يا سلام. النتيجة 2-1. ها ضيع 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 ضيع. المرحلة الثانية من الجولة الأولى حسمتها أنا يا محمد. طيب الآن الجولة هذه إذا حسمتها فأنا مش إنسان. يلا يلا. لا لا اجلس سوا اجلس سوا اجلس ساكت. Thank you.
هذا 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 ابو الشاي طبعا النقطة الأولى كانت للأستاذ خالد، النقطة الثانية كانت لصالحي. تفضل. لا 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 فوق لا فوق لا فوق لا فوق أيوه صاحبي حسمها للمرة الثانية، وإذا حسمتها يا أستاذ خالد المرة الثالثة بتفوز أنت طبعاً. انتبهوا انتبهوا انتبه دقدش دقدش لا بعدش بعدش انتبه انتبه دقدش 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 لا 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 ايوه دي دقدش دقدش الحمد لله رب العالمين. أعزائي المشاهدين والأخوة الحاضرين جميعا، حسمت النتيجة 2-1. مشاهدينا الكرام، أنا طبعا أصحابي اغتسلوا للعيد مرتين، غسل العيد مرتين، هارد لك مرة ثانية، ومبروك لفريقك. ادونا الجوائز، هاتوا الجوائز. الجولة الأولى حسمت بكل فخر واعتزاز لصالحي، والجولة الثانية بكل فخر واعتزاز حسمت لصالحي. أيوة باقي جولة، باقي جولة، ما ينفعش يا أستاذ خالد، خلاص جولتين جولتين، هاتوا لنا الجوائز وخلصوا. ₺120,000 الفريق الأصفر. طبعاً ما فيش فائز وخاسر، احنا متفقين في ألعاب العيد هي عيدية، إذن مبلغ 100,000 للفريق الأصفر. كيف الحركة الحركة هذه؟ تقدش 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 100,000 للفريق الأحمر. تابعونا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام حياكم الله إلى جلسة عيدية فنية جميلة رائعة في هذه الأجواء الجميلة هنا في محافظة تعز. طبعاً أخي خالد الأجواء جميلة جداً بمناسبة العيد، والبهجة والسرور والفرحة تكاد تكون في كل بيت في كل شارع في كل حي، الناس فرحانين رغم الظروف التي تحيط بنا، ولكن الحمد لله رب العالمين الكل سعيد، الكل عاش الفرحة العيدية هذه. نعم حياكم الله جميعاً، طبعاً سنعيش وإياكم في هذه الجلسة الجميلة والرائعة مع فنان جميل شاب قادم إلى الساحة الفنية بقوة، وانتوا عاد تشوفوا كيف القوة. طبعا الفنان سعد الضيفي وفرقة الإيقاع
نرحب بكم اجمل ترحيب في هذه المناسبه. ونقول لكم كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين وانتم بخير. اخي سعد، حاب تهني حد في العيد؟ نهني الجميع بمناسبه العيد، وايضا ارسل سلامي الى معشوقه قلبي اليمن. اليمن، يا سلام، حلوه حلوه. يا سلام على هذا الشعور الطيب. تهنيهم تهنئة ولا أغنية؟ أغنية. يا سلام، أمتعنا وأمتع المشاهدين. تفضل. نبدأ. بسم الله. سلام إلى كل شبر على، سلام إلى كل شبر على بلاد الحبيبة أم اليمن، بلاد الحبيبة أم اليمن. عشو. تحييك يا تربة الأوفياء، تحييك يا تربة الأوفياء، ويا شعلة ليس فيها وهن، ويا شعلة ليس فيها وهن. رموز البطولة، رموز الفداء، رموز البطولة، رموز الفداء، رموز التفاني لأجل الوطن، رموز التفاني لأجل اليمن. سلام إلى كل شبر على، سلام إلى كل شبر على بلاد الحبيبة أم اليمن. يا سلام يا سلام، بلادي الحبيبة أم اليمن. أم اليمن، أغنية جميلة قدمها الرائع سعد. بس وإحنا في تعز، الحالة ما تعز، ومع هذه الأجواء الفرائحية العيدية، هل غنيت لتعز؟ أكيد غنينا لتعز، طالما نحن في أجواء جميلة في تعز وعايش في تعز أكيد بنغني على تعز. يا سلام، أسمعنا وأسمع الجمهور. جمهور تعز بالخاصة والجمهور داخل الوطن ولا خارج؟ أكيد هذه الأغنية ما غناها المرحوم قائد أحمد علي الحميري من أجمل ما غنى على تعز. نعم. من فارقك وتعز، من فارقك وتعز. يا سلام، يلا بسم الله بدأنا. يا سعودي من قد سعى
سكن فيه يا سعدي من قد سكن فيه اللي سكن فيها غالي واللي سكن فيها غالي الله يا سلام الله. يا سلام تعز الجمال فعلا ما أجمل تعز ما أجمل جبالها ووديانها وخضرتها ما أجمل أرضها وإنسانها تحية لتعز وتحية لجمهور تعز اللي بيتابعنا وتحية لجمهور الكريم في كل مكان ذكرنا بالجانب المشرق من تعز نعم نشي الجانب المأساوي اللي أنا وأنت وجدناه من خلال سفرنا والتنقلات صعبة جدا ووضع الناس في 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 تعز والبلاد بشكل عام وضع مأساوي لكن ايش معنا معنا رب العباد قولوا يا الله تفرج باذن الله باذن الله يفرج على البلاد والعباد احنا نعرف ان الشعب اليمني ذوي بكل ما يعني كل الاحوال الشعب اليمني يتكيف معها سواء رجال نساء اطفال الشعب يتكيف مع كل حاجه طيب احنا في اجواء عيد يا اخي ابو صالح ناكل الجعالة اديته الجعالة انا ترتسم صورة خليك مكانك وحدها. خليك مكانك ما تتحركش هاي ما تفعل هذه علشانك يا سلام عليك يا ابو صالح سلام حلو اسلم يدك طبعا الاجواء احنا نسمع الان حاجات موسيقى برا صح ولا لا أيوة. عيد الناس فرحانين الحمد لله رب العالمين رغم الظروف هذه كامله طيب اخي سعد الله يسعدك وياك هل غنيت الأوضاع اللي بيمر بها المواطن؟ أكيد طالما نحن عايشين في تعز أكيد بنغني للأوضاع ولتعز ولليمن يلا سعد أسعدنا وطربنا وطرب الجمهور أبشر يلا بشرك الله بوجه النبي غشوك يا شعبي غشوك صدقتهم ودافوا بك غشوك يا شعب غشوك صدقتهم ودافوا بك حفي على الجمر مشوك وعدهم ما سافوا بك رشوك بالكذب رشوك الناهبين في جيوبك لما فضل بنك سابوك ما عاد يتعرفوا بك لما فضل بنك سابوك ما عاد يتعرفوا بك غاز وبترول وديزل اليوم يقطوا باروبك غاز وبترول وديزل اليوم قد طوب روبك مسكين يا شعب مسكين كل الدول إيش حتوبك مسكين يا شعب مسكين كل الدول إيش حتوبك واللي تقول هم يحبوك اليوم قد حرجوبك واللي تقول هم يحبوك اليوم قد حرجوبك وبخص الأسعار باعوك وفي النهاية رموبك وخص الأسعار باعوك وفي النهاية رموبك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام طبعاً الأغنية لخصت أوضاع الشعب اليمني بكل ما تعنيه الكلمة لكن إحنا في عيد يا أخي خالد هو العيد وذا قلها العيدها يا أخي لا العيد هو زيارة الرحم سلة الأرحام نعم فعلا الأرحام كل واحد يتفاقد أخوه ويتفاقد جيرانه خاصة إحنا في ظل الظروف سواء كنا في رمضان والآن في العيد لابد إن إحنا يعني كل واحد يتفقد جاره طيب الآن نشي نسمع أغنية هكذا تخلي الجو فرائحي وعيدي ممكن تسمعنا طبعا أخي سعد إحنا في ختام الفقرة الفنية وختام الحلقة ما عبش وقت كان نفسنا نطول لكن إن شاء الله في جلسات أخرى إن شاء الله نشي نسمع ختام أول نشكرك لبيت دعوتنا
ونشكر الفرقة اللي قاعدة معنا. أشكركم. والأغنية لمن وكلمات من وألحان من؟ هذه كلمات الأستاذ الشاعر عبد السلام القوشعي، ألحان تراث يعني. ألحان تراث. طبعاً أخي سعد وأخي أبو صالح محمد، في ختام هذه الجلسة العيدية وختام الحلقة العيدية لا أنسى أن أشكر من استضافنا هنا فندق تاج شمسان هنا في تعز، فألف شكر لهم وألف شكر لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقي إن شاء الله، أترككم في حفظ الله ورعايته غدا في حلقة عيدية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطربنا يا سعد. أهلا ويا مرحب، قلبي لكم رحاب. أهلا ويا مرحب، قلبي لكم رحاب. لكل من قد حب، قد حبكم بالعيد، قد حبكم بالعيد، قد حبكم بالعيد. جو عندنا نسمر، خلي الفرح يغمر. جو عندنا نسمر، خلي الفرح يغمر. وجودكم مثمر يحبب بيوم العيد، وجودكم مثمر يحبب بيوم العيد، يا حبب بيوم العيد، حبب بيوم العيد. قلبي لكم ساحة للأنس والراحة، قلبي لكم ساحة للأنس والراحة، والروح مرتاحة وجودكم بالعيد، الروح مرتاحة وجودكم بالعيد، وجودكم بالعيد. أهلا بكم بالعيد، أهلا ويا مرحب، قلبي لكم رحب. لكل من قد حب، مرحب بكم بالعيد، مرحب بكم بالعيد، أهلا ويا مرحب. مشاهدين عيدكم مبارك، عيدكم فرحة، عيدكم سعادة، عيدكم رياضة.